إذن هذا استثمار جد مهم يعني في مجال التثمين ديال المنتوجات ديال الصيد البحري اللي بدات الاستراتيجيه ديال اليوتيس. تقريبا اتفقنا باش غادي يكونوا 10 ديال المارشي دو جروب. الان كنفتتحوا نمره سعود، باقي لنا واحد اللي هو في تطوان ان شاء الله في الاسابيع المقبله، يعني سنه قبل نهايه مخطط اليوتيس. هذا غادي يمكن من اولا من التثمين، كذلك من سياسه القوب، كذلك من الترونسبارونس انه الاثمنه تكون واضحه، واحد المارشي دو جروب اللي هو موجود. في سياسه اليوتيس تقريبا الان وصلنا ل 22 هال دو بواسون اللي هو البيع الاولي. هاد تعملوا 10 من 12 تقريبا اللي هما من البيع الاولي من النموذج جينيراسيون نوفيل جينيراسيون اللي هو نموذج جديد، وباقي جوج ان شاء الله غادي تعملوا في الدار البيضاء وفي الصويره. كيظهر لي بانه هاد المحطه هي محطه جد مهمه اللي غادي تعطي الاقليم يعني الجهه كلها ديال سوس مسا، واللي غادي تخلي انه النشاط البحري اللي هو كتعمل فيه البيع الاولي يتم البيع هنا من بعد باش يقدر يكمل العمل ديالو ويمشي يوصل للمواطنين عبر الاسواق المحليه، اللي هي دابا مرحله جديده يمكن تجي في استراتيجيه جديده باش الاسواق المحليه اللي تابعه لمينيسيباليتي ولي كومون حتى هي تنتعش باش تكون يعني في جميع السلسله ديال الانتاج من البحر، البيع الاولي مارشي دو جو، كذلك مارشي دو ديتاي، انه تكون واحد لا ترونسبارونس باش الاثمنه يكونوا في المناسب يعني مناسبين للمواطنين. والحمد لله كنشوفوا الخيرات ديال بلادنا اللي موجوده في هذا السوق اللي هي كتبين على التنوع وعلى الكميه وعلى الكاليتي كذلك. شكرا.